حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. البنك المركزي العراقي مخاوف من هزة مالية لأسواق العراق النقدية بعد تمدد الدولار على مساحة الإصلاح. فلسطين طوفان يغرق أوهام الكيان ويدخل المنطقة في معطيات جديدة النصر فيها لمحور المقاومة. إذن مشاهدينا، ما يزال الدولار يتمدد على مساحة الإصلاح وحزم السيطرة التي يطرحها رأس السياسة النقدية في العراق. جملة أسباب أحدثت هزة مالية في أسواق العراق المالية، بدءا من حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار ومنع شركات الصرافة من دخول مزاد العملة، واتصالا بأحاديث تقليص البنك الفيدرالي الأمريكي كمية النقد الأجنبي المحولة للعراق بنحو 50%، وهذا ما أحدث قلقا للمودعين رغم تطمينات البنك المركزي بأن لهم الحق الأصيل في استلامها. ويبرر البنك هذه الإجراءات أنها استهداف لتحقيق امتثال أعلى من التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بالمعايير الدولية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن عملية طوفان الأقصى التي أفقدت الكيان الصهيوني أفقدته السيطرة وجعلت فلسطين أمام لحظات غير مسبوقة، حيث المقاومة تهشم ما تبقى من هيبة إسرائيل الزائلة، فجدارها المتين ونشاطها الاتصالي وجيشها الهزيل أصبحت جميعها تحت ضربات المقاومة، وجعلت تل أبيب أمام الأمر الواقع الذي جميع معطياته مشجعة للفصائل الثائرة بالاستمرار في هذا النهج رغم بشاعة القصف الذي طال قطاع غزة. عمل استثنائي يصل حد المفاجأة المدوية التي استيقظ عليها سكان الخط الزائل وأيقظتهم من أحلامهم الوردية، فطوفان الأقصى أغرق أوهام الكيان وصدع بيت العنكبوت. إذن مشاهدين، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد السعدي. أهلا بكم سيد رشيد. أهلا ومرحبا أستاذ بشار. أيضا الترحيب الخبير الاقتصادي الدكتور ضياء المحسن. أهلا بكم دكتور ضياء. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك. بداية سيد رشيد، في إذا تتذكر في بداية بوادر أزمة الدولار أمام سعر الصرف أمام الدينار العراقي، ظهر رئيس الوزراء ودعا الشعب
العراقي لاقتناء الدينار وتصريف الدولار إذا كان بحوزتهم، لأن سعر الصرف راح ينخفض بحسب رأيه، لكن من أين أتى السوداني بهذه الثقة؟ على شنو استند بتفاؤله هذا؟ شكرا أستاذ بشار، جنابك الكريم وضيف أستاذنا الكبير الأستاذ ضياء والجمهور الكريم. حقيقة السيد السودان لما أجا برنامج حكومي مؤلف 23 محور، من جملتها تنمية القطاع الاقتصادي ومسألة السياسة المالية والسياسة النقدية، إضافة إلى بقية السياسات فيما يخص الزراعة والصناعة والكهرباء. كلام السيد السوداني يعني حقيقة كان مبني على أساس تنمية الاقتصاد العراقي. كل الدول لما تكون عملتها قوية ما معناه أن هنالك اقتصاد قوي. البرنامج الحكومي اللي جاء به السيد السوداني برنامج طموح ممتاز جدا فيما لو تحقق ما جاء فيه، لكنه للأسف نلاحظ أكو عراقيل وعقبات كثيرة جدا في طريق تنفيذ هذا البرنامج الحكومي اللي من جملتها الآن هو موضوع السياسة النقدية. نعم. السياسة النقدية اللي تبنيها البنك المركزي، حقيقة البنك المركزي ما عنده عصا سحرية لتحسين الاقتصاد العراقي إذا لم تكن هنالك نشاطات اقتصادية أخرى تعضد عمل البنك المركزي. قوة الدينار العراقي من أين تأتي؟ أستاذ بشار، قوة الدينار العراقي تأتي من قوة الاقتصاد العراقي. إذا أكو اقتصاد متين، زراعة، صناعة، سياحة، صحة، خدمات، تربية، بنى تحتية، كل هذه الأمور تساهم في أن يكون اقتصاد متين للبلد. إحنا للأسف يعني قطاعات الاقتصاد عندنا متهالكة ويوما بعد يوم تتهاوى أكثر بحكم يعني الوضع السياسي اللي موجود. نعم. الأحزاب هسه الوضع الاقتصادي مستقر بشكل سياسي، عفوا سيد رشيد، مستقر بشكل كبير، ليش ما دا يأثر بشكل إيجابي على الاقتصاد أو على الأقل سعر الصرف؟ أكو نقطة مهمة أستاذ بشار. نعم. إحنا حسب تقرير لجنة المالية النيابية لعام 2022 أن العراق يعتمد بنسبة 87% على النفط اقتصاد ريعي، والباقي 13% إيرادات غير نفطية. هذه حقيقة لا يمكن أن يكون على هذه النسبة اقتصاد قوي. كل منتجات حتى بس البلد ما تغير شيء سيد رشيد، احنا من زمان معتمدين على الريع النفطي، ليش كان اكو استقرار بسعر الصرف وحاليا الدولة ما تقدر تسيطر عليه؟ سابقا كان اكو نافذة العملة وكل المصارف والشركات تدخل بها، الآن أصبحت منصة. المنصة أكو محددات كثيرة جدا لدخول المنصة وأكو مشاكل بها. مبدئيا إحنا متفقين أنه المنصة يعني فد منفذ جيد أو قناة جيدة للتجارة للتاجر. الدولة إذا تعطي الدولار ب 1320، لكنه أكو محددات بالنسبة للتاجر أو للشركة، من جملتها يعني قد يكون هنالك تقصير في المصارف الأهلية في الدخول المنصة. مشاكل أكو وكلتنا احنا لاحظنا بالتلفزيون 90 مليار دينار غرامة على المصارف خلال 8 أشهر، هذه حقيقة نسبة كبيرة جدا. نقلي أحد مدراء المصارف أنه خطأ بسيط اتحمل 60 مليون دينار غرامة، فأكو مشاكل وإشكالات. إضافة إلى هذا ما يخفى على الكل هنالك بعض الأحيان فساد، إشكالات، إعاقة لعمل التاجر والشركة، تأخير في الحوالات. نعم. وهذه مشكلة. يعني نقل لي أحد رجال الأعمال أنه المنصة عنده تأخرت ولحد الآن ما وصلت أمواله، اضطر أن يروح يحول من السوق الموازي، لأنه الشركة اللي يتعامل بها شركة في أوروبا أو شركة ملتزمة، يقول لك أنا إلى فلان يوم أنا توصلني فلوسي أجهزك، ما توصل أنا حر. طيب. ولذلك اتجه للسوق المحلي. هاي نقطة. النقطة الثانية أكو نقطة مهمة جدا لطالما نادينا بها، وهي ضرورة توسيع عدد الشركات والتجار الذين يدخلون المنصة. كيف؟ احنا عندنا شركات كثيرة جدا متوقفة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وبسبب الوضع السياسي، امتدادات 2003 وما قبل 2003 وتراكماتها بعد 2003 ادت الى خسارة عدد كبير من الشركات
وتوقفها. هذه الخسارة والتوقف لهذه الشركات ظهرت أمام مسجل الشركات، لأن الشركات خاسرة متوقفة. بس أكو شركات جديدة سيد رشيد، تعرف شلون تجيب تدخل للمنصة وتتحصل الدولار بسعر الرسمي؟ نعم نعم لا يكفي، بس أنا أجيك على موضوع الدولار وشلون دا ينباع وينشر. باختصار إذا تسمح لي ننتقل. فهذه الشركات يجب طالبنا دائرة مسجل الشركات وزارة التجارة إعطائها فرصة والبدء بخط شروع جديد، يعني إطفاء ما عليها من ديون ومن غرامات كلها. يعني مسجل الشركات صدر قرار أن كل شركة متوقفة خاسرة تتحمل غرامة لا يزيد عن 5 مليون، هي تقريبا 5,180,000 دينار. طيب. فتسدد سنويا، تقسط سنويا 1,000,000 دينار. احنا نتمنى الشنرين نقول يا بألغوا هذه الغرامات، ألغوا المحددات، خليه يدخل عدد أكبر من هذه الشركات إلا منصة. إضافة إلى هذا صار قرار من التي بي آي بإدخال التجارة الصف الأول والثاني المنتمين إلى غرفة تجارة بغداد، سابقا كان حصرا. أيضا لما صدر هذا القرار صدرت محددات، يجب أن يكون التاجر صنف أول. لا إذا تسمح لقاطع سيد رشيد، هي شركات الصيرفة وقتنا ما يسمح جداً. سيد رشيد شركات الصيرفة هسه على الأقل مدى يخلوها أيضا تدخل المنصة، دخلوها وبعدين منعوها مرة ثانية. قللوا دينطوها 3,000 دولار، يعني 3,000 دولار شو تكفي شو تكفي يعني المشكلة المواطن. خليني أنتقل إلى دكتور ضياء، أهلا بك مرة ثانية دكتور ضياء. المنصة أو الدولة المندة تنطي الدولار بهذا السعر الرسمي، ليش المواطن البسيط اللي محتاج يمكن يشتري فتشي أو يتعامل بالدولار، أو مثلا موظف أو مواطن يريد يحول مثلا حوالة بالدولار هو محتاج دولار يشتري، التاجر البسيط دكتور ليش ما دا يقدر يحصل الدولار بسعر الصرف الرسمي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لقناتكم الكريمة وتحية المسائية للأستاذ رشيد. واقع الحال يعني خلي أنبسط الأمر بالنسبة للمواطن. نعم. هناك أنواع من التحويلات الخارج، تحويلات خصوصا مبيعات البنك المركزي، هي ممزات مبيعات. نعم. يعني المزاد معناها تحدد سعر، وهذا السعر صاعد نازل بالتالي هذا المزاد. تحويل مبيعات البنك المركزي تقسم إلى نوعين، المبيعات النقدية اللي هي محصورة داخل السوق العراقي، يعني داخل الاقتصاد العراقي، وهناك تعزيزات التحويلات الخارجية. المبيعات هذه مجمل المبيعات ما قلت في اليوم، يعني من بداية على الأقل من بداية هذا العام 23 إلى هذه اللحظة إلا لأيام معدودة ما قلت عن 250 مليون دولار، منها من 18 إلى 34 مليون دولار هذه مبيعات نقدية إلى مكاتب الصيرفة. لا حد يقول لي مكاتب الصيرفة ما تستلم أموال، ولا حد يقول لي المصارف التجارية الخاصة ما تستلم، لا، هناك مبيعات نقدية مفترض القاعدة هذه المبيعات تذهب إلى المواطنين مباشرة، اللي يريد يسافر للنزهة، مريض، عنده طالب. هسه قضية السفر الدولة عندها إجراءات والبنك المركزي حل هذا الموضوع، اللي يسافر يستلم مبلغ من المال بالدولار ويسافر منين؟ لأغراض سياحة وعلاج وغيرها. بس أكو مواطنين هو أو تجار صغار التجار هو بحاجة إلى أن يشتري ويصرف دولار بالداخل، دا يروح على الصيرفة الدكتور الصيرفة يقول له ما موجود ما متوفر دولار أو أنطيك إياه بهذا السعر. هو هنا المشكلة. طيب. هنا المشكلة أستاذ بشار، هنا المشكلة. بس خليني أكمل الفكرة حتى توصل للمواطن واضحة. تفضل. ال 30 مليون دولار يفترض أن تذهب إلى المواطن اللي قلنا اللي يسافر للنزهة، مريض الله يشافي. طيب. أو عند طالب يدرس بالخارج. طيب. لكن هذه الأموال بمعنى أنه كل مواطن على أساس 3,000 دولار. طيب. كل مواطن يستلم 3,000 دولار، هناك أكثر من 10,000 مسافر يسافرون يوميا. طيب. البيانات تأكد أنه حتى أقل من 25% هم عدد المسافرين. فبالتالي وين تروح هاي المبالغ؟ هذه المبالغ يتم ضخها الى السوق السوداء، مو سوق موازي، الى السوق السوداء، يشتريها التاجر، يشتريها المضاربين، يشتروها تجار الشنطه اللي يسافرون بها يهربونها الى اربيل ومنها الى تركيا او ايران والى روسيا ولبنان. وهذه طيب. وهذه تعود بالفائده على من يقوم بتهريب هذه الاموال ما لا يقل شهريا عن 250,000 دولار ربح الصافي. انا هنا ما اروج الموضوع، لكن طالما البنك المركزي وهذه هذه المعلومات
واصلة إلى إدارات البنك المركزي، إلى مسؤولين البنك المركزي. من ثم أكو من يتلاعب بالاقتصاد العراقي في محاولة لضرب من؟ لضرب حكومة السيد السوداني تحديداً. تجار يتلاعب تجار لو فاسدين بالحكومة لمسؤولين الأحزاب. هذا التلاعب يأتي من خليط غير متجانس. نعم. تجار مكاتب صرفة، مصارف خاصة، وأحزاب متضررين من وجود السيد السوداني على سدة رئاسة الوزارة. طيب. ولحد يقول لي غلط، أنا متأكد من هذا الكلام. طيب. من الكلام اللي أقوله، لأنه السيد السوداني خطواته واضحة. هنا أنا ما روج للرجل، لأن الرجل يعني شنو خطواته واضحة؟ شنو الإجراء اللي منع هذا الفساد؟ خلي أقول لك، أنت جنابك سألت الأستاذ رشيد. نعم. قلت له بالبداية البرنامج، قلت له السيد السوداني قال إحنا نقول يا مواطن الدينار، اقتن الدينار العراقي بدل. نعم. الدولار. نعم. هذه المعلومة منين جابها الرجل؟ الرجل جابها بناء على معلومات وتأكيدات من البنك المركزي أنه الدينار العراقي سوف يستقر إلى هذا الرقم. طيب. ليش قال؟ طيب. بشار. أكو تأكيدات من البنك المركزي. خلينا نبقى تحديدا بالبنك المركزي وسياسته النقدية بخصوص أسعار الصرفة. ليش حزم الإصلاحات اللي ديقرها البنك المركزي أكثر من حزمة، أكثر من قرار بعدين ديتراجع عنها؟ ليش هاي الحزم أو القرارات الإصلاحية ده تأخذ صفة الاختبار لمعالجة هذا الموضوع؟ سعد بشار، شوف، خل أقول لك، الحزم هي إحنا البنك المركزي استخدم المواطن كفأر تجارب، بمعنى يصدر تعميم أو تعليمات تصدر تنزل الى السوق. نعم. بالتالي يشوف شنو 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 وجهه نظر المواطن بهذا الاجراء. اذا سكت المواطن فبها، اذا لم يسكت راح يغير الاجراءات. تعرف اجراءات احنا يعني متابعين السيد العلاق من السلم قبل حوالي 6 اشهر من السلم كمحافظ بنك مركزي الى اليوم. كل ما يطلع بيان او تصريح من البنك المركزي يقول خلال اسبوعين سوف يستقر سعر صرف الدولار، وسوف 13 مره ولم يستقر سعر صرف الدولار. ليش؟ لانه اجراءات البنك المركزي اجراءات متخبطه، لم تلامس اساس المشكله اللي يعاني من الاقتصاد العراقي. طيب شنو سبب التخبط دكتور؟ ما عندهم خبراء بهذا الموضوع بهذا الجانب. استاذ بشار، انت ليش تخليني اطلع من الطريق؟ احنا مستضيفيك دكتور حتى توضح لنا وللمشاهد. اولا ما كل غالب الادارات، غالب لا. الادارات بالبنك المركزي هي ليست لها علاقه بالاقتصاد ولا بالبنك المركزي، لانه حتى سيد المحافظ هو رجل مو خريج اداره اعمال، يعني ما له علاقه لا بالعمليات المصرفيه ولا بالاقتصاد ولا باي شيء. قد يكون درس اقتصاد دراسه عابره يعني، لكنه بالعمليات المصرفيه ما له علاقه. ثم هناك بعض المنتفعين وكثير من المنتفعين داخل إدارة البنك المركزي، وإلا لماذا الإصرار على إبقاء نافذة العملة موجودة وهي ما تقدم شيء؟ لأنه كل عمليات التهريب تجري من خلالها. ولا تنسون الصكوك الطيارة اللي كانت سابقا. لا لا اسمعني، توقف لنا، لا أرجع لك على قضية التهريب. لا خليني بس أروح السيد رشيد، لأنه لازم نعادل الوقت إذا تصبح لنا دكتور. سيد رشيد، هذا التغير المستمر والوصف بالمتخبط من قبل الدكتور ضياء وغيره من المختصين، تغير مستمر بحزم الإصلاح، بالمقابل شلون راح يأثر على مدى الاستقرار المالي والنقدي؟ أستاذ بشار، إذا تسمح لي أكمل ما تحدثت فيه سابقا وحأرجع لك. تفضل. كيفية احنا الآن يعني واجبنا أن نعالج المسببات، أكو مسببات تسبب لنا إلى هذه النتائج. نعالج كيف نتلافى هذه النتائج. مو احنا نريد نحكي عن معالجات. نعم نعم. نهاية المحور أساس عملنا حتى نساعد. فضل. البنك المركزي يعني. فضل. أنا لست بصدد انتقاد شخص أو ما شخص بشكل أو بشكل آخر. ننتقد بس ننتقد أنا أعطيك حلول. أعطيك حلول لحالة معينة عندنا. تقدم حلول. التاجر الصنف الأول. نعم. TBI قلنا سمح له أن يستورد $100,000 شهريا. نعم.
لكنه خلاه لمحددات، يجب ان لا يكون مساهم في شركه، لا ان يكون الى اسهم لك. هذه اخي انت انطيتها تاجر صنف اول يستورد 100,000، خليها على عواهنه، خلي يستورد وخلي ندخل اكبر عدد ممكن الى المنصه. اثنين، احنا دائما اخواننا ويطلعون دائما يحشون على التهريب، تهريب التهريب وين ده يروح؟ نعم خليني اقول لك، خلينا نكون متقين. احنا الان الحكي كله قالت ايران حكت ايران، قالت ايران حكت ايران. نعم. ايران ايش تسوي؟ احنا مثلا حجم التعامل مع السعوديه في حدود مليار دولار، لكن حجم التعامل مع ايران بحدود 10 مليار، يعني ما معناه شهريا نحتاج مليار دولار حجم التعامل مع ايران. ايران تربطنا، العراق تربطه بي، علاقات اقتصاديه، علاقه جوار. طيب. علاقه حدود، علاقه مصر، واضح. لكن انت مقتنع سيد رشيد، انت مقتنع انه التهريب هو سبب كل هذا التخبط بسعر الصرف؟ اذا تسمح لي بالنسبه انه يعني انا كخبير اقتصادي وهذه. نعم. خليني اقول لك هو شنو التهريب. التهريب ده تروح الدولار ده يروح الى ايران، ده تجي مقابله بضاعه. الحل طالبنا الحكومه، هذا تهريب، هذه تجاره، تجاره بس مو هي يعني ضمن الضوابط. البنك الفيدرالي الامريكي ممنوعه باعتبار الدولار ملك البنك الفيدرالي الامريكي. اذا احنا خلينا نعالج هذه الحاله. نعم. بدل ما اعطي 30 مليون دولار واظل انا مشكله مع البنك الفيدرالي الامريكي ومشكله مع الحكومه الامريكيه ونتائجها دائما سلبيه على الشعب، اخي يجب ان نجد حلول معينه للتعامل مع ايران، مع سوريا، مع لبنان، مع تركيا، مع الامارات. اكو شركات في الامارات ممنوعه، بنوك في الامارات ممنوعه التعامل مع ايران. فاحنا يجب ان نجد حل، لانه هذه مصلحه مواطن. طيب. يجب ان نجد حل للتعامل مع ايران، كيف؟ اكو سبل عديده. والبنك المركزي اوضح من هذه السبل عدة مرات. اكو تجربه على هذا الموضوع احكي لك بها بعدين، كمل سيد رشيد. نعم. فالتعامل البنك المركزي سمح للبنوك المعاقبه الممنوعه من التعامل بالدولار بالتعامل بقيه سلات العملات بالين والدرهم الاماراتي والدينار الاردني واليوان، فممكن عقد اتفاقيه مع الحكومات مع ايران او غيرها بالتعامل. طيب. مع العملة مع الدينار والتومان مقايضة مثل ما سوت الحكومة العراقية في سيد السودان. إيران راح تقبل، وهي إيران هي إيران بتبيعنا بضاعتها محتاجة دولار سيد رشيد. نعم. إيران أصلا محتاجة الدولار. نعم، بس أنا الدولار ممنوع دي أثر عليها، أكو مشاكل بين إيران وبين أمريكا بدها تنعكس عليها. أخي خل أسوي اتفاقية ويا إيران وأدخل بها تعاون بالدينار العراقي. لا. بالتومان بالدينار الأردني مثل ما راح يصير قضية الغاز درهم. نعم. بالنفط هاي وحدة. أنا ححل المشكلة هذه، والحكومة ترى ما أخفيك ما شايف في هذا الجانب، بس أكو أيضا إشكالات عليها، يعني أكو عدم موافقة أمريكية أيضا. أمريكا تريد تسوي حصار على إيران بشكل أو بآخر. نعم. فإحنا عندنا حلين ساد، أن ندخل أكبر عدد ممكن من التجار في المنصة ويقدر يدخل يستورد من اي مكان كان. طيب. هاي وحده. اثنين، تجديد الرقابه على المصارف الاهليه والحكوميه في موضوع الحوالات والدولار، وحتى في موضوع اكو اجراءات بنك مركزي حاليا ما فادت شيء سيد رشيد. نعم. اكو اجراءات بنك مركزي على رقابه على هذه المصارف ما فادت بشيء. اكو مشاكل كبيره جدا، ونسمع احنا كغرفه تجاره بغداد تصلنا مشاكل. طيب. وتصلنا. طيب. يعني شكاوي كثيره جدا. نعم. عن هذه المشاكل، وسبق لغرفة تجارة بغداد أن عقدت مؤتمر وحضر عدد كبير من السادة مسؤولي البنك المركزي، مسؤولي رفيع المستوى، وعدد ورابطة المصارف العراقية، وعدد كبير من رجال الأعمال، وتم. طيب. الكشف آنيا وفي موقعيا في القاعة اللي اجتمعت فيه غرفة تجارة بغداد عن مشاكل. كشفوها وعالجوها وحلت. حلت؟ نعم. لا ليش ما نزل سعر الصرف؟ لا اذا تسمح لي، هذه مشاكل فردية، يعني تاجر محول عن طريق هذا البنك وعدة تأخير، أو موظف اخر معاملته، هذه حلت، هذه يعني تحدث. هذه مبالغ بسيطة يا سيد رشيد، الحكي يم التجار والمقاولين الثقال اللي ياخذون. نعم. ملايين الدولارات. نعم. باسعار. نعم. 132 يبيعوها ب 157 160 وصلت. نعم. خلي ارجع للدكتور لانه بقلبه حكايه مرده قلبه دا اشوفه. مردني مرد. ما راح اسالك دكتور، انت احكي. شو استاذ خلي اقول لك؟ شنو اللي تريد تقوله؟ من يقول لي ماكو تهريب، طبعا هاي كارثه هاي. من يقول لي تهريب الى حتى يسدد مستحقات التجار وهذه كارثيين. ليش؟ لانه التهريب حقيقه واقعه ومؤشره لدى الكل، لدى. طيب. لدى البنك المركزي العراقي، لدى المصارف التجاريه الخاصه، ولدى الفدرالي الامريكي. شلون؟ يعني انا فاسد ماليا، هسه انا مو انا شلون الفساد؟ بقيت اخذت رشوه، دعاره، مخدرات،
هاي ممكن هاي موجوده بالعراق؟ لا ممكن ما موجوده، لحد يقول ما موجوده. هذه كلها من شلون تطلع؟ تطلع من خلال تزوير مستندات، يزورونها التجار، يزورونها بفلوس، يزورونها بكذا زين. نعم. حتى تطلع الاموال لقاء عموله. طيب هذا هنا التهريب اللي يصير، مو التهريب والله انا راح اسدد مستحقاتي الى ايران او الى تركيا او الى الامارات، لا ماكو حكي. هذا واحد. اثنين، انت تتحدث عن العقوبات الاقتصاديه اللي مفروضة على إيران. نعم. أو وحتى العقوبات المفروضة على المصارف العراقية المعاقبة. نعم. وتقول من حقهم يتعاملون باليورو منين يشتري اليورو أستاذ؟ وشون يشتري؟ يشتري بالدينار ولا يشتري بالدولار؟ أيضا راح يسوي مقاصة بين الدولار والعملة اللي يشتري الجديدة اللي يشتريها. بالتالي أيضا الفيدرالي الأمريكي قد يعترض. نعم. لكن وتقول لي تقول لي ايران ما تقبل، العفو استاذ بشار منين جبت الكلام هذا انه ايران ما تقبل بغير عمله؟ ايران باي عمله تقبل انت تبادل مستحقات تجارها او لا. مستحقات الحكومه الايرانيه، لانه اكو هناك اتفاقات، اتفاق بين روسيا وايران على ان تكون هناك عمله البلدين هي العمله، عمله التبادل بين روسيا وايران، ايضا مع بقيه الدول، مع الهند، مع كذا. ليش ما يذهب العراقي ويبيع بس العوحده العراقي يبيع العراقي يبيع بس نفط؟ ليش ما يروح يبيع النفط للهند بالروبيه الهنديه؟ ليش ما يروح يبيع النفط للصين باليوان الصيني؟ ليش ما يروح يبيع النفط للاتحاد الاوروبي باليورو؟ هذا هنا أنا راح يصير عنده سله عملات، يستغني عن الدولار الامريكي ويبقى مرتاح، يجي يروح دكتور. هواي دول حاولت تستغني عن الدولار طيله العقود الاخيره وما حد قدر. لا استاذ بشار، لا من اللي قدر يستغني عن الدولار؟ لا استاذ بشار، من يقول اكو اتفاقات بين روسيا والمغرب على يكون تعاملات بالدرهم المغربي وبالروبل الروسي، هناك اتفاقات بين غالب دول العالم الان هذه اتفاقات، لكنه قد ما هنا العله وين؟ العله كلها الحمى من الرجلين. الحمى طيب. عندنا من رجلينه، وهذه انا ما اقدر افسرها لانه العاقل يفتهم. اعطيني سؤالك استاذ. خلص الاسئله كفيته وافيته، الشكر الجزيل لكم خبير الاقتصادي الدكتور ضياء المحسن، كنت ضيفا كريما، والشكر الجزيل لكم الخبير الاقتصادي. وانا اسف جدا على صوتي العالي ترى. السيد رشيد السعدي، بالعكس صوتك حتى يكون واضح وكيفيته وفيته، شكرا لكم دكتور. اذا مشاهدينا ننتقل سوية الى ملفنا الاخر من الحصاد وابرز ما فيه.
اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا، والحديث اكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، رئيس حزب واثقون السيد علي الشريفي. اهلا بكم سيد علي ضيفا كريما، وكذلك ترحيب المحلل السياسي الاستاذ اسماعيل مسلماني، انضم مباشرة عبر سكايب من مدينة القدس. اهلا بكم استاذ اسماعيل، وابدا معك سيد علي. نتحدث اليوم في هذا المحور عن يوم ثالث من انتقال المقاومة الفلسطينية من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم أستاذ علي، لكن كيف يعني عدد قتلى الكيان الصهيوني أعلى بكثير من شهداء غزة وجرحاها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لحضرتك ولقناتكم الكريمة ولجميع المتابعين. تحية الصمود، تحية الإباء، تحية الفخر لأخوتنا الفلسطينيين في جهادهم، في دفاعهم عن أرضهم، في هذا الذي طال لسنوات عدة عشنا هذه الآلام لما يقارب تقريبا قرن من السنين. اليوم الأخوة في فلسطين انتقلوا بعملياتهم من العمليات البسيطة المقننة، المواجهات المعتادة، انتقلوا من ثورة الحجارة إلى المواجهة المسلحة البسيطة المتواضعة إلى عمليات نوعية حقيقية ترفع لها القبعة. هذه العمليات لا تعد عمليات مقاومة فقط، إنما هي حرب مقدسة ضد الكيان الغاصب. هذه العمليات يشار لها بالبنان، اعترف بجودتها ونوعيتها القادة العسكر. هذه تعتبر الآن انتقالة بالصراع العربي الإسرائيلي وليس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأنه الآن الشباب الفلسطينيين هم يمثلون كرامة العرب الغائبة، كرامة المسلمين الغائبة منذ سنين. آخر مواجهة، آخر عقل جمعي تميز به العرب وتحلى به المسلمون هو عام 1973. اليوم بعد 50 عام نشهد عمليات حقيقية تنعش ذاكرة العرب والمسلمين نحو تجاوزات الكيان الغاصب، ونحو أرضنا المسلوبة، ونحو حق العودة الذي حرم منه أبناء فلسطين. هذه العمليات شهدت قتلى من الجانب الإسرائيلي، الكيان المغتصب لم يشهده هذا الكيان في وقت سابق، وبالتالي هذه العملية ليست عملية عادية، إنما شملت أسر عدد كبير من الإسرائيليين والدخول للعمق الإسرائيلي. تجاوز غلاف غزة يذكرنا بتجاوز خط بارليف تماما، الدخول للعمق الإسرائيلي والدخول إلى المستوطنات الإسرائيلية بهذا الطيران وبهذا الزحف وبالآليات الجرارة يعتبر نصر كبير للمقاومة الفلسطينية. لكن كما ذكر يعني سيد علي، كما ذكر صحفي أمريكي توماس فريدمان، بأن هذه الحرب سوف يتم تدريسها من قبل أجهزة المخابرات في جميع أنحاء العالم. قامت إسرائيل ببناء جدار بقيمة مليار دولار تقريبا، وتم اختراقه بواسطة جرافة. كيف حدث ذلك؟ كيف حافظوا المقاومة، كيف حافظت على هذه المفاجأة؟ الإسرائيليون هم أنفسهم متعجبين من هذا الاجتياز السريع. لقد ظهر بعض القادة الإسرائيليون عندما قالوا أن في حرب أكتوبر استطاع الجيش المصري أن يضعف أو يربك الوضع الإسرائيلي خلال 5 ساعات، أما الأخوة المقاومين الفلسطينيين أبطال حماس وسرايا القدس استطاعوا أن يربكوا الأوضاع ب5 دقائق. هذه المعجزة العسكرية تعجب منها الإسرائيليون قبل الآخرين، وبالتالي فعلا يجب أن تدرس هذه العملية النوعية، وستبقى خالدة في ذاكرة المسلمين وذاكرة الأمة العسكرية بالكامل. كل المدارس العسكرية في العالم أعتقد ستلجأ إلى دراسة هذه الظاهرة، بل أنها كشفت عن فقاعة القبة الحديدية، عن فقاعة الدفاعات الإسرائيلية التي أوهمت العالم بأنها حصينة ومتراصة. أوهمت العالم وأوهمت حتى سكان المستوطنات. دعنا ننتقل مرة أخرى لأستاذ إسماعيل، أهلا بك مرة ثانية سيد إسماعيل. وقضية يعني نقل المعركة إلى داخل المناطق المحتلة وفي عمقها، هل حسم المعركة منذ البداية ومقدما، هل انتهى بهذا النجاح وهذا التقدم المفاجئ؟ هل انتهى شعور المستوطنين بالأمان؟ أسعد الله أوقاتكم، تحياتي لك ولضيفك ولكل المشاهدين الكرام. حياك الله. واضح جدا أن لليوم الثالث على التوالي، أولا يعني نجحت قيادة حماس وسرايا القدس والمقاومة
وخاصة بين قوسين أن الاستخبارات العسكرية والشباك والمؤسسات الأمنية كانت تضع كل جهودها في منطقة الضفة الغربية. هذا من جانب هام جدا، وهذه كانت مباغتة من المقاومة الفلسطينية التي أشعرت الاحتلال، وهم قالوها بعد أن استيقظوا من الصدمة التي بعد مرور تقريبا 30 ساعة بدأنا نسمع التحليلات من المحللين والمؤسسات الأمنية والإسرائيلية، ولغاية الآن جزء منهم ما زال يعيش الصدمة بسبب أولا حجم الضربة التي تلقتها من 7 أكتوبر الساعة 6 صباحا تقريبا. الميزة طيب التي أنت ذكرتها، وهذا مهم جدا في كل هذا السيناريو وكل هذا الأحداث التي تجري، لم تشهد الشعب الفلسطيني أولا منذ 70 عاما وأكثر، لا على المستوى العربي ولا على المستوى الدولي حتى في الحروب السابقة، لأول مرة عادة إسرائيل تنقل المعركة في أرض بين قوسين أرض العدو. هذه المرة مختلفة تماما، لم تحدث لا في معركة سيف القدس ولا وحدة الساحات ولا في أي معركة من المحطات النضالية حصلت أن تنتقل المعركة الآن في داخل الغلاف لليوم الثالث على التوالي، بالرغم أن من المتحدث الجيش الإسرائيلي يقول لقد سيطرنا على مستوطنة ولقد سيطرنا هنا وهنا، بعد قليل ثم يقول هناك اشتباك ما زال مستمر في طيب زكيم في هسبورة في مواقع أخرى. هذا دل على شيء يدل، واستبدال القوات عز الدين القسام وسرايا القدس وكل المقاومة تخرج وتعود وتعود بأسرى، هذا إن دل على شيء يدل أولا على قوة المقاومة، نعم وبنفس نمط الروح العالية الموجودة. وما زال أبو عبيدة قبل قليل الآن نعم ألقى خطاب الثاني، وهو ما زال لغاية هذه اللحظة يتكلم حول الأهداف وحول التفاصيل التي ممكن أن يتم الحديث بها. واضح جدا أن الأسلوب، التكتيك، الاستراتيجية، الأداء، أوراق الضغط، أوراق العمل، ولأول مرة على تاريخ القضية الفلسطينية طيب يتم هذه يتم سيد إسماعيل، العملية ناجحة على كل المستويات وفق كل المقاييس وفق رأي كل الخبراء، لكن رد تل أبيب بدأ من الصباح الباكر من يوم أمس قصف عشوائي على المدنيين، مو مثل عمليات وضربات المقاومة الفلسطينية أهداف منطقات ونوعية. طيب مقابل هذا الرد العنيف الذي أخسركم أيضا كفلسطينيين عدد كبير من الشهداء والجرحى، مقابل هذا القصف على المدنيين قصف عشوائي، إلى أي درجة سيشكل عامل ضغط على المقاومة؟ حقيقة أنت كما ذكرت يعني الرد متوقع، يعني كان وكان الحسابات يعني معروفة، الأرض ليست مفروشة بالورود، والضربة التي تلقتها إسرائيل والإدارة الأمريكية والدول المطبعة هذه ضربة ليست فقط لكل المنطقة التي متحالفة مع إسرائيل، وبالتالي الرد سيكون، وبالدليل على ذلك أولاً الإمدادات العسكرية من أمريكا، هذه هزيمة لإسرائيل وفضيحة لإسرائيل الذي جرى على أرض الواقع لمدة 3 أيام، والأعداد القتلى أعلى بكثير بالمناسبة، بالرغم من أن إسرائيل تمتلك الجو والبر والبحر، إلى ما زال لغاية هذه اللحظة الأعداد تفوق بكثير من الفلسطينيين، برغم الآلام للفلسطينيين وبالرغم من القصف الحيواني الذي نشاهده بشكل عشوائي على المساجد وعلى الصحة وعلى الأرض وعلى السكان وعلى العمارات، متوقع جدا نعم أن يكون الرد قاسي، لكن طيب بكل الأحوال الأمور ليست مفروشة بالورود. الآن قيادة حماس أو المقاومة الفلسطينية بشكل عام الآن صعدت على الشجرة، ونتنياهو الآن يهدد، لاحظنا الخطاب يعني الذي حمله، شبه حماس بداعش الجديدة، ويطلب الدعم الدولي بحرية يعني التصرف، وأنه سوف يغير المنطقة ويغير الشرق الأوسط. كل هذه أرجع لك سيد إسماعيل على قضية الرد وأساليب الرد، لكن أستاذ علي،
أكيد الرد متوقع كما قال الأستاذ إسماعيل، مقابل هكذا عملية كبيرة أسقطت عدد كبير من القتلى الصهاينة وجرحى عدد كبير أيضا وأسرى أيضا عدد غير متوقع كبير جدا، لكن ألا يعني هذا أن هناك استعداد مسبق من المقاومة الفلسطينية لهذا الرد؟ أولا احنا خلينا نعرف هو المقاومة الفلسطينية على أي محور أو على أي معيار تقاتل. المعيار عقائدي، المعيار وطني، وبالتالي هذه العقيدة لم تنفك عن الفلسطينيين منذ عشرات السنين، وليس بجديد عليها هذا الفتك الإسرائيلي بأبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي عنصر الضغط قد يكون معتادا عليه أبناء المقاومة، ولكن نشدد على ضرورة أن تأخذ الدول العربية دورها وجامعة الدول العربية دورها بتسليط الضوء على الفرق الشاسع بين آلية الاستهداف. مثل ما تفضل الأخ الضيف وجنابك الكريم، لقد انتقى أبناء المقاومة الأهداف التي قاموا بضربها، لم نشاهد قتل مدنيين بالمعنى الذي نراه بالعدد الذي نراه على أيدي الإسرائيليين بقصفهم العشوائي. وجدنا فلسطينيين يركبون المركبات العسكرية، وجدناهم يأسرون جنود إسرائيليين. نعم هناك بعض المشاهد التي قد نقول أنها تنافي معايير الاشتباك، ولكن لا ترقى إلى مستوى القصف بالطائرات. قصف الطائرات بهذه الطريقة محرم دوليا، لا تراعى فيها حقوق الإنسان، لا تراعى فيها قواعد الاشتباك، وبالتالي على الأمم المتحدة أن ترى بكلا عينيها لا بعين واحدة، بحكم سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مفاصل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. هذا لا يعني بأننا نصدق كل ما يقال عالميا من ناحية أن نلقي باللوم على المقاومة الفلسطينية ومن دون أن نشير إلى الإجرام الإسرائيلي بهذا بمقابل هذا اللوم الذي نلقيه على المقاومة. طيب أنا برأيي أنه آن الأوان للدول الإسلامية أن تأخذ دورها والدول العربية، فما نلاحظه من ردود أفعال هي ردود أفعال مخجلة أمام هذا القتل العشوائي لأبناء الشعب الفلسطيني. طيب سيد إسماعيل، قضية الأسرى الإسرائيليين حاليا، إسرائيل ترفض التفاوض حتى هذه اللحظة وكذلك المقاومة الفلسطينية، لكن ما دلالة تخلي إسرائيل عن أسراها ورفضها التفاوض إزاءهم؟ ليس صحيحا، يعني ليس صحيح أن إسرائيل تتخلى. يعني أنا أذكر حين طلب من حزب الله قبل 10 سنوات، قالوا إذا شاول الذي لغاية هذه اللحظة غير معروف للبحث عنه للتفتيش مستعدين للتبييض السجون. موضوع الأسرى موضوع حساس جدا. أولا نحن نتكلم عن أعداد كبيرة جدا، طبعا هذه حرب نفسية. مسؤول في القناة السابعة، مسؤول كبير، يقول على سبيل المثال نحن الليلة سوف نقصف بشكل كبير جدا وممكن أن يتعرض الأسرى. بالمناسبة هناك مفاوضات، شكل نتنياهو بدليل شكل نتنياهو غال هرشي، هو مسؤول الآن الأسرى والمفقودين باتجاه بالدفع، وهناك حديث مع مصر وقطر حول تبادل أسرى، أن تتم إخراج الأسيرات الفلسطينيات الموجودين في داخل السجون مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال، هكذا يتزعمون. أبو عبيدة قبل قليل القائد لعز الدين قسام قال لا مفاوضات حول الأسرى لطالما العملية العسكرية موجودة على الأرض. طيب يعني لا يوجد أي مفاوضات. يعني هنا سيد إسماعيل، رفض التفاوض وورقة التفاوض يعني أن جميع الأوراق الحاسمة هي في الميدان وحده لا غير؟ نعم، وأعطي لك على سبيل المثال. شكل نتنياهو ثلاثة جهات. الجهة الأولى مسؤول الملف الأسرى والمفقودين، فتح قناة داخل إسرائيل حول معلومات عن الأسرى والمفقودين، لأن لدينا نتكلم عن 750 مفقود لغاية هذه اللحظة. إسرائيل ليست لديها معلومات غير الأسرى الموجودين في داخل قطاع غزة، يقدر من 100 إلى 200، لا أحد يعلم الأرقام الحقيقية الموجودة معهم. وبالإضافة أنه شكل الدعم النفسي لأهالي المعتقلين، يعني الأسرى بين قوسين والمفقودين تم تشكيل. هذا يعني أن هناك اهتمام، لكن الموضوع الآن موضوع حرب،
وهذه الحرب أحيانا يستخدم فيها ماكينة الإعلام الجانب النفسي للتأثير على قطاع غزة، للتأثير على الجانب الإسرائيلي. وبالتالي أعتقد أنه من المبكر الآن الحديث عن الأسرى الذين هم الآن بحوزة المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذه ورقة رابحة أصلا هي تعد بأيدي المقاومة الفلسطينية التي تجعل إسرائيل لغاية هذه اللحظة لم تستخدم القوة المفرطة. بمعنى تذكر في عام 2021 معركة سيف القدس ووحدة ساحات كنا نشاهد الانفجارات تدخل إلى عمق الأرض، لغاية هذه اللحظة كل العملية القصف رغم أنه شديد كله طيب. على سطح الأرض. تعتقد سيد إسماعيل أن نتنياهو سوف يتجرأ على اقتحام بري لغزة؟ أبو عبيدة، قبل قليل من الدقائق لدخولي معكم في البرنامج قال نحن هذه أمنية نتمناها. طبعا يعني واحد من السيناريوهات المطروحة على، دعني أضع المشاهدين ما هو بنك الأهداف الكبينت للإسرائيلي. أولا استعادة المستوطنات التي تم السيطرة عليها من قبل المقاتلين، ثانيا تدفيع الثمن بمعنى ضرب قيادات المنازل الموجودة وضرب الصحة والجسور والطاقة والكهرباء وإلى آخره، ثالثا حصار قطاع غزة لأكبر عدد ممكن وخاصة في موضوع المياه والكهرباء بشكل كبير، وثالثا لم يتم الإعلام عنه أنه من الممكن تم استدعاء 300 ألف جندي على غلاف غزة للدخول لمسح المستوطنات التي تم السيطرة عليها. نحن نتكلم عن 25 مستوطنة تم الدخول بها في اليوم الأول، الآن الحديث المقاومة موجودة على سبع مستوطنات، ما زال الاشتباكات لغاية هذه اللحظة متواجدين بها. أعتقد أن سيناريو دخول البري سيكون هناك جهنم. حاولت إسرائيل في عام 2008 و2009 و2012 محاولات لكن لم تجرؤ للدخول، لأنهم يعرفون أن الأنفاق مليئة بالجهنم، هكذا وصفت. وقبل قليل ذكر أبو عبيدة هذه أمنية تتمناها القسام والمقاومة الفلسطينية، فلتدخلوا وعبروا. طيب سيد علي، الدفاع الأمريكية منذ أمس حركت حامل الطائرات إلى البحر المتوسط لتستقر قرب الكيان الصهيوني، يعني الدعم الدولي اللي ممكن تحصل عليه إسرائيل ممكن أن يحفز دول أخرى بالمقابل لتقديم العون لفلسطين؟ ما لا شك فيه بأن الأحداث التي تجري على الأراضي الفلسطينية أو داخل العمق الإسرائيلي هي ذات جنبة إقليمية أولا وذات جنبة أيضا عالمية. لاحظنا تصريحات الرئيس بوتين عندما نحن قال أن نحن مع إقامة دولة فلسطينية بالضد من تصريحات بايدن الذي أيد تأييد الولايات المتحدة بالكامل لإسرائيل وتقديم الدعم لها. موقف أمريكا المعلن والصريح والواضح هو موقف مفضوح ومعروف منذ الأزل بمناصرته للكيان الصهيوني، وهذا ليس بجديد على السياسات الأمريكية في المنطقة. هي حتى وصلنا إلى تسمية إسرائيل بأنها ابنتها المدللة في مواضع عدة عبر التاريخ، وبالتالي نحن نخشى أن يتوسع هذا الصراع إلى أفق أوسع. واليوم سمعنا بأن هناك اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية وحزب الله هدد بالرد على هذه. هسه احنا منتظرين خطاب لسماحة السيد حسن نصر الله، نتوقع أن تتسع، لكن تتوقع أن والاحتكاك حدث حاليا ما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي وحدة المصير دائما موجودة، تتوقع حزب الله راح يدخل على خط الأزمة إذا فعلا حدث اجتياح لغزة؟ هذا ليس بجديد، احنا نعرف أنه وحدة المصير بين الفلسطينيين واللبنانيين تحديدا في جنوب لبنان قائمة منذ زمن بعيد، بل نتوقع أن تتسع رقعة المواجهات. اليوم قصفوا معبر رفح، معبر رفح قريب على سيناء، وفي سيناء هناك مجاميع مسلحة إسلامية قد تناصر في مواضع عدة للمقاومة الإسلامية حماس. هذه التوسعة متوقعة، تصريح نتنياهو ذات دلالات واضحة وصرح بأن هذه الحرب قد تؤدي إلى تغيير معالم الشرق الأوسط. الصراع الروسي الأمريكي بسبب الحرب الأوكرانية واضح المعالم، القطبية بدأت تلوح بالأفق كما كانت في الخمسينات والستينات، هناك علامات ودلالات على أن الصراع
الذي يدور في الأراضي الفلسطينية والعمق الإسرائيلي قد يكون له صدى إقليمي وكذلك دولي. لا تنسون أن هناك تشنج بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية. نعم. قد تدخل إيران بقوة وهناك شبهات كثيرة قد تشير لها إسرائيل في مواضع عدة على دعم فصائل المقاومة. طيب. الموجودة في فلسطين من قبل إيران. هذا الأمر معروف. محور المقاومة لا يؤمن بالحدود. تصعيد الوضع في اليمن وارد. هذه المواقف ستتبلور في الأيام القادمة على أثر ما سيدور. طيب. في الداخل الإسرائيلي أو الفلسطيني. الشكر الجزيل لكم حزب أو رئيس حزب واثقون السيد علي الشرافي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ إسماعيل مسلماني، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب من مدينة القدس. وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء.